دير دكتور لحماية مثلى. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من الأطباء السبعة موسم رمضان. مثل ما عودناكم رح نعطيكم المعلومة المفيدة والشيقة. اليوم معنا كتير مواضيع ممكن أنه تستفيدوا منها. اليوم رح نحكي عن مرضى فقر الدم ونقص الحديد، معلومات كتير مهمة ونصائح غذائية ممكن أنه يستفيدوا منها خلال صيامهم بفترة شهر رمضان. وكمان اليوم رح نحكي عن الحوامل وكيف ممكن أنه يكون صيامهم سهل بفترة شهر رمضان، وشو المعلومات الغذائية المهمة اللي لازم يتبعوها لحتى تضمن سهولة الصيام وكمان صحة الجنين وصحتهم. وكمان عنا الفقرة الرياضية لحتى تعطينا معلومات وتمارين رياضية ممكن أن نمارسها بفترة شهر رمضان خلال الصيام. وطبعاً مثل ما عودناكم بآخر الحلقة رح أرجع أشوفكم لحتى نجاوب على أسئلتكم اللي بتوصلنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن صيام مريض فقر الدم. فقر الدم في عنا عدة أسباب لفقر الدم. ممكن يكون عنا نقص بالحديد وهو الأكثر انتشار، ممكن يكون عنا نقص بالبي 12 أو بالفوليك أسيد، أو في عنا مشكلة في الامتصاص، وفي عنا أحياناً بيكون بعض الأمراض المزمنة. هلأ مصادر الحديد، في عنا مصادر نباتية وفي عنا مصادر حيوانية. نحن لازم نركز على المصادر الحيوانية لأنه نسبة الامتصاص بيكون فيها كتير أعلى. مصادر الحيوانية عندنا رقم واحد الكبدة، برضو كمان عندنا بعديها بيجي اللحمة، بعدين السمك والدجاج. هلأ بالنسبة للكبدة لازم ندير بالنا من الكوليسترول لأنها بترفع الكوليسترول. نحكي هلأ عن المصادر النباتية. المصادر النباتية في عندنا الفاصوليا البيضاء، وفي عندنا البقوليات مثل الحمص، برضو كمان فينا ناخد كسناك التمر بيحتوي على نسبة من الحديد منيحة، عندنا الجوز، وكمان في عندنا المشمش المجفف والتوت البري والزبيب بنقدر ناخده كسناك، والفستق. هلا في عندنا المصادر النباتيه مثل السبانخ والبروكلي يعتبر مصدر جيد من الحديد، لكن بدنا نحن نحاول ان نزيد من نسبه الامتصاص عن طريق نحن نستخدم الفيتامين سي الموجود بالبردقان والليمون حتى نزيد من الامتصاص. وبدنا ننتبه على شغلة كتير مهمة اللي هي الحليب أو أي مشتقات بتحتوي على كالسيوم لأنها بتتعارض مع الحديد وبتقلل من امتصاصه. وكمان في عنا الشاي، الشاي بيحتوي على مادة التنين، ممكن إذا أخذناه مصدر خصوصا المصدر النباتي بتقلل من امتصاص الحديد. فلازم نحاول نبعد، يعني نبعد الوقت للشاي عن وقت الأكل أي شيء فيه مصدر حديد. وكمان لازم نحاول نشرب الشاي خفيف حتى ناخد كمية منيحة من مصادر الحديد. وكل عام وانتم بألف خير. بيجينا كثير تساؤلات خلال هذا الشهر الفضيل عن تأثير الحمل أو الصيام، تأثير الصيام على صحة الست الحامل. يعني إذا صمتي شو ممكن يأثر على صحتي أنا؟ لأني حامل أنا، هل التغيرات الفسيولوجية اللي بتصاحب الحمل بتأثر على صحتي وقدرتي على الصيام؟ الإجابة على هذا السؤال باختصار نعم. هلأ الست الحامل بحاجة لسعرات حرارية بشكل عام أكثر من السيدة اللي مش حامل، تقريباً حوالي 300 سعرة حرارية. هاي مش هي المشكلة، لكن بشكل عام كمان الست الحامل تخسر سوائل أكثر من السيدة اللي مش حامل، لأنه التروية للجلد بتكون أكثر، فالتعرق بيكون أكثر، فخسران السوائل بيكون أكثر، فهي معرضة للجفاف أكثر من غيرها. كمان الست الحامل خلال أول مراحل الحمل بتعرفوا كلكم بصاحب الحمل غثيان واستفراغ وشعور بعدم القدرة على الأكل والشرب. بهاي الحالة إذا كل إشي عم تاكليه عم تستفرغيه أنت أكثر عرضة للجفاف، فإذا صمتي لساعات طويلة زي هيك بدون ما تاخذي مية هذا كمان ممكن يأثر على صحتك. كمان السيدات اللي عندهم أصلاً أمراض زي الست اللي عندها سكري وحامل وبدها تصوم، لا هاي ما بننصحها أبداً بالصيام،
لأنه في مضاعفات كبيرة على صحتها نتيجة التغيرات الفسيولوجية اللي بتصير خلال هاي الفترة. كمان السيدات اللي عندهم مشاكل تانية بالصحة، زي مثلاً اللي عندهم ضغط، ارتفاع ضغط الدم أو تسمم بالحمل، هدول دائماً لازم ننتبه على السوائل الداخلة والسوائل اللي خارجة من الجسم، وننتبه إنه البول يكون طبيعي. هدول ما بننصحهم بالصيام أبداً خلال الشهر الفضيل. هلأ إذا أنت حامل وقررتي إنه أنا بدي أصوم، شو الشغلات اللي لازم تحضريها قبل ما أصوم؟ أول إشي راجعي طبيبك، اتأكدي إنه نمو الجنين طبيعي وإنه صحتك أنت طبيعية وما فيش عندك أي مشاكل. اثنين، اختاري دائما اذا طبيبك قال لك انه نعم الصيام جيد، اختاري دائما يكون السحور والفطور وجبه متكامله فيها كل العوامل الغذائيه، واحرصي انك تشربي كثير السوائل بين فتره الفطور وفتره السحور. النصيحه الاهم اللي بعطيها لكل السيدات، تابعوا حركه الجنين خلال فتره الصيام بالذات بعد الظهر، تاكدي انه الجنين عم بيتحرك طبيعي. واهم شيء انه اذا حسيتي بانك تعبان كثير أو الصيام مش متحملة ومش قادرة تصومي، افطري. في رخصة شرعية إذا الست خافت على صحتها أو صحة جنينها إنها تفطر، وتقدر ترجع تصوم في وقت تاني. وزي دايما بنتمنى لكم ولأهلكم ولأحبابكم السلامة، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. تحياتنا لكم. اليوم في فقرتنا رح نحكي عن كيفية رفع الكتلة العضلية خلال الصيام. الآن في ناس كتير يعني بيعترضوا على موضوع أنهم يتمرنوا قبل الإفطار، في ناس ما عندهم أي مشكلة. طبعاً هاي بتعتمد على طبيعة الجسم نفسه وكمية الطاقة اللي بتكون موجودة فيه، بناء على يعني كتير شغلات هي ممكن تكون باللايف ستايل تبعه. أصلاً هو بيكون شخص رياضي، وممكن يكون شخص متعود على يعني قاعدة المكاتب أو قاعدة البيت أو بسوق سيارة كتير مثلاً، فعنده الميتابوليزم عنده كتير منخفض عن شخص رياضي وجسمه مهيئ أنه ينتج طاقة منيحة. الآن خلال فترات الصيام، الآن الأجسام اللي بتحس حالها كتير تعبانة ومش قادرة تتمرن ممكن يتمرن، ما بنحكي انه مستحيل يتمرن، لكن ممكن الشدة اللي يشتغل فيها بتكون منخفضة. هذا واحد. ممكن اذا بده يبني كتلة عضلية ممكن يشتغل عضلة واحدة بس باليوم يركز فيها، بينما لما بده يتمرن بعد الافطار طبعا ما راح تكون عنده اي مشكلة هناك، لانه اوريدي بكون خلص اخذ مخزون ورفع يعني نسب الطاقة عنده بالجسم، فبالتالي بعد ساعتين ونص ثلاثة بيقدر يتمرن، بروح على تمرينه على الجيم بيكمل، ممكن يلعب عضلتين باليوم، ممكن يلعب ثلاث عضلات باليوم على حسب هو كم يوم بالاسبوع عنده تمرين. فبالتالي بنحكي انه بيقدر يرفع كتلة عضلية قبل الافطار، وايضا كمان بيقدر يرفعها بعد الافطار، لكن الفترة الانسب انه يرفع كتلة عضلية فيها بعد الافطار عشان مخزون الطاقة، بحيث انه راح يقدم اداء كثير اكبر، راح يلعب بانتنسيتي وشدة عالية اكبر من قبل الافطار. فهي الفكرة. الان اذا بدنا نحكي عن طبيعة التمرين، هي شو راح تكون طبيعة التمرين؟ راح تكون عبارة عن isolation على العضلة نفسها، نعمل تركيز كبير على العضلة بحيث انه تكون مثلا عدد المجموعات بين 3 إلى 4 إلى 5 مجموعات على حسب احنا قديش نتحمل على كل زاوية من العضلة. بالتالي التكرارات راح تكون ما بين 12 و10 و8، وممكن يوصل لست تكرارات اذا هو قدر. اذا ما قدر يوصل للوزن العالي اللي ممكن يعمل فيه ست تكرارات، ممكن يضلوا على بين تكرار 12 و10 و8. الرينج هذا اذا كان من ضمنه كل التكرارات اللي بيلعبها بالست الاولى وبالست الثانيه والثالثه بيكون كافي بالنسبه له انه يرفع كتله عضليه. الان بعد الافطار بيقدر يوصل لهذا الحكي، ممكن يرفع الانتنسيتي على يشتغل ممكن 8 8 8 8، أو ظل على نفس النظام اللي هو 12 10 8 6، ما في أي مشكلة. إذا حابين كمان إنه تزيدوا من الطاقة الموجودة بأجسامكم وبدكم تاكلوا كتير كويس بفترة اللي هي سحور، فترة سحور في نوع الكازيين ممكن يكون من الغذاء أو ممكن يكون كسبلمنتس موجود كمكمل غذائي يفيدنا، لأنه الكازيين هذا فترة امتصاصه بالجسم بتكون على مدى طويل جدا، فبتفيدنا بتعطينا طاقة خلال فترة الصيام كاملة لحتى موعد الإفطار، وهيك بنكون قادرين نلعب حتى لو ممكن عضلتين قبل الإفطار. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات، ونشوفكم إن شاء الله فقرات تانية، ويعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم. وصلنا هلأ لآخر فقرة من فقرات برنامجنا، فقرة التواصل الاجتماعي. بهاي الفقرة بنجاوب فيها على أسئلتكم اللي بتوصلنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي،
وصلنا سؤال، ما فائدة السحور وما هي أفضل وجبات لتناولها أثناء السحور؟ طبعا كلنا بنعرف أن وجبة السحور هي وجبة كتير مهمة، فهي بتحد من هبوط السكر في الدم، بتحد من الصداع والإعياء، وحتى بتخفف من العطش والجوع اللي ممكن يصيبنا خلال فترة رمضان وفترة الصيام. في كتير أطعمة المفروض أنه إحنا نركز عليها، بس أهم إشي أنه لازم نكثر من شرب الماء طبعا بدون ما نفرط فيه لحتى ما يصير عندنا آثار جانبية، وطبعا لازم نبتعد عن الكافيين والمنبهات لأنها بتزيد على إدرار البول. طبعا كمان لازم نكثر من الخضار والفواكه والأطعمة اللي بتعطي شعور بالشبع لمدة أطول زي الحمص والفول والكربوهيدرات والبيض. بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا كتير من المعلومات اللي أعطيناكم إياها اليوم، ومنشوفكم بكرة بحلقة جديدة من الأطباء السبعة.